للفجر على الطاولة. أول شيء أنا أعترض على توزيع النقاط. أعترض يا يعاد النظر فيها ولا النقاط. تعرفين يا أحمد الرحيم لأن لا أستاذ سعود ترى عندي نقطة هو ودي أنسى. أما يعاد النظر فيها ولا يضاف لك أشياء تغير في قرارك؟ لا أنا بس احنا نتكلم أنا بقول له ليش أثبت لك أشياء ويخاطب والله تستاهل يا أبو الرحيم ما نبعث لك أبو عبد الله تفتح لا توريني صورة لا يشوف من حصل شيء يستاهل سم ما يعمل الرجل من قال يسمع تجاوز النقاط لأنهم موضوع عندنا بتجاوز النقاط لكن بالنسبة لتوزيع النقاط تتكلم عن النقاط المسجلة ولا النقاط اللي منحت للمتسابقين؟ لا لا النقاط اللي منحت للإدارات تجاوزها لا لأنه موضوع انتهى. لا أنا بعلمك هي عاد ينظر فيها بعدين تجاوز. ولا إذا في مجال إنه يضاف للبقية لا لن يضاف تجاوز اللي بعده. بقول لك ليش أنا؟ لأن تعب أسبوع كامل واحد يجي يتردد شبه يومي على القرية وأجي وأشوف المتسابقين وش ينقصهم وش ما ينقصهم وألبي لهم طلباتهم في النهاية كلها مسجلة كل سوينا موازنة ثبت ان احمد يعني انا بس ما يعني حضورا اليوم طيب ابو عبد الله خماس خلال الاسبوع هو الافضل طيب خليني بعلمك ابو عبد الله يعني المطلوب مني انا يعني خلاص طيب سم المطلوب مني يعني انا اسبوع كامل اسحب عليهم وقبل لا ادخل هنا على البث ارسل فريق الدعم اقول اعطوني ارقامهم واجي واقول لك مقاطع فلان كذا مقاطع فلان كذا واصير انا مجتهد شوف يا سعد احنا كان التقييم على نوعين عشان تكون واضح كان في تفاعل خلال الأسبوع أفضل ليدر تفاعل مع الميديا مع فرق الدعم ودعم المتسابقين كان عبد الله خماش كلامنا واضح تمام وحضور كان عبد الله خماش خلال الأسبوع تمام أفضل حضور اليوم على الطاولة أحمد رحيم وعبد الله الموضوع واضح لا دخل أحمد رحيم بعبد الله خماش يستاهلون وعبد الله يستاهلون لكن أنا كلامي كله ودفاعي علشان المتسابقين يستفيدوا من النقاط ولا احنا محصلين شيء أنا بتكلم جلبك الجنة سم اتوقع اني انا تقول انت بتا ابو غنى يقول اتردد في الاسبوع كم مره واجيب لهم اللي يبونه واحقق لهم امنياتهم ويجي ايه ويجي واحد اخر الاسبوع في الاجتماع يجيب ملف معه يعطيه لا احمد متابع واضح اسمعني ابو المتابع واضح هذا الشيء الاول هذا الشيء الاول انا ما اقيمه انا ولا لي شغل فيه اتوقع ان الشباب عندهم سايق خاص ما خاب ظني الحاجات اللي يبونها يوصيهم صح ولا لا صحيح. انا ماني في حاجه اني اجيهم كل شوي يقول ايش تبون وليس مطلوب منك وليس مطلوب مني شيء انا بتكلم ولا تقطعني يا حبيبي إيه؟ اسمع ولهم مطلوب مني هنا انا شايف لي رجل شيوخ يحفرون الارض وقاعدين يبدعون في كل مجال تتكلم عن من كرنفال بسام جميل بن دنعه علي حضورهم طاغي في كل مكان ولا كل تواجدهم موجودين تكلمت عن ارقام موجودين تكلمت على انضباط موجودين انا وش اجيب كل اسبوع اعطيهم ايش تبون مو رجال كبار يسمعون اعمارهم انا ما بيك اخر انت البرنامج طال عمرك وخلاص يطلب منك سريلاك ها بالله شوف واحد يطلب سريلاك انا ما ادري اوديها لياره ولا اجيبها هنا طيب انت تتكلم عن الدعم المعنوي هذا جزء من الدعم المعنوي لا شوف لا شوف الدعم المعنوي شيء تمام احنا نتكلم اليوم عن اليات دعم كثيره مختلفه كان عبد الله خماش مو دعم معنوي عبد الله جاء واعطاهم طلبات واعطاهم تذاكر واعطاهم دعم هذا الدعم الخارجي يعني انت اعطيت 200 عشان الدعم الخارجي عبد الله الدعم الخارجي اذا طلعته لا غير طلعته غير يا بهاج دعمهم بدعم حساباتهم وتجرهم انا اكلم دعمهم بجروبات دعمهم بحضور شوف انا وريتك خالد عبد الله بس 200 ترى من حق صل على الحمد مو بس لا مو حد لا ما هو عن دعم مختلف خالد ايش يقول لي مسعود ايش الاسم هذا انا والله خله دقيقه يا عبد الله تسمحوا لي اعطوني مساحه متى قدمت تذاكر للمتسابقين الاسبوع الماضي بدايه الاسبوع طيب الاسبوع اللي راح دقيقه الحضور اللي جاء الاسبوع اللي راح كان انا مقدم اشياء ولا جلسنا مع بعض ولا قلت انت دقيقه يا مسعود خلينا نتكلم عن الاليه شوف انا عندي دائما شوف الاجتماع الماضي احنا نتكلم الان عن من الاجتماع الماضي الى اجتماع اليوم هذا هو التقييم بس الاجتماع الماضي كنت مجتمعين مع فقره فلاش الاجتماع دخلت الاجتماع الماضي عشان كذا غيرنا الاليه الاجتماع الماضي يوم شدت حيلي وجيت وبيني وبينك كنتوا تستهبلون انتم بعلمك ابو عبد الله مدخلين انك احنا نقدم على الوظائف هنا واحد ولا حد هنا ولا شيء بقى. انت مرتاح اليوم الحين انت مرتاح الان في الاجتماع امدحوني اسبوع اللي راح من اسبوع اللي راح ايش قدمت هو مسعود ايش قدمت اسبوع اللي راح ايه انت ما انت متابع لا ليش قدمت وانت متابع انا معلي الاسبوع الماضي يا مسعود الاسبوع اللي قبله انتهى بخيره وشره نتكلم عن هذا الاسبوع
ماذا قدمت للمتسابق؟ شوف انا يهمنا ماذا قدمت من المتسابقين من دعم، من دعم فرق دعمهم، من دعم للمتسابق نفسه، من توفير له اللي يبغى، من دعم معنوي. يعني تقول انا ادور من يدعمني تكفى، من دعم ابو عبد الله بهاج. انت واضح انك مال، انا اقولها صريحه والله اني اقولها صريحه يا بهاج، واضح انك مال خلق. خليني اسولف بالله، إيه؟ سالتك بالله، سالتك بالله، جيتك قلت ميدك اظهرني انا مال؟ لا بس واضح عليك يا ولد، يا ولد انا وجودي هنا يخدمني قبل يخدم المتسابق، يمنعك التقدير اللي بيننا، المحبه، البرنامج، حبك للمتسابقين، لكن يا بهاج ردود فعلك واضح انك ابو عبد الله. ابو عبد الله لا لا انا بعدل نقطه بهاج، والله اني بعلم بعد عشان اكون عشان اخلص كلامك. خلنا صدق، لا صحيح انا ما اتكلم عن جد، لا بتكلم عن كلمه بهاج. ابو عبد الله انا بالنسبه لي اكثر كلام قلته حتى قلت لفريق دعمي، قلت ادعموا فرق دعم الشباب، ما يحتاج اني كل شوي ابغرد واتكلم عنهم، هذا كلامي دائم لهم، اللي يحتاجونه بيمشون بشعادهم، هذا كلامي دائم. انا مو هو دائما وجهي في الامام عشان اكون الدعم الرسمي، لكن تاكد المتاجر لم تجد المتجر ترى خربان خربان ترى والله اسال انا يوم بس يوم خرب وعدلنا. أنا كان في خلل فني انك لو دخلت على المتسابق وديك المتسابق ثاني عدلت كلها. طيب تعليق بسيط ابو عبد الله اخير. اول شيء اذا اتكلم عن نفسي، اذا بجي للقريه وبقدم شيء للمتسابقين فيعلم الله انه من طيب نفس بعيد عن منافسه البرنامج، واقدمه للجميع كلهم، ما هو بس فريقي، هذا بعيد عن المنافسه، بعيد عن كل شيء. اشوف انه من باب اخوه ومن باب تقديم خدمه للاشخاص عاشوا في مكان انا كنت فيه قبل، واعرف وش ينقصهم وش اللي يعانون منهم. متسابقين ما يقدرون يطلعون برا، فيحتاجون من يوفر لهم الامور هذه. ادخل معك يا سعد سؤال بس سمع، تحس ان مستوى الشباب الريتم، بما انك تقول كلهم وانت متابع جيد، تحس ان الريتم نازل هاليومين؟ للامانه في غياب كثير على البث. هل السبب غياب عن البث ولا ان الشباب مو قاعدين يبتكرون شيء في الرياليتي؟ لا والله انا اعرف ايش غياب في بالنسبه للابتكار، للامانه ما شفت الى الان ابتكار، لا يوجد اي ابتكار في ابتكار الرياليتي. ما في ابتكار، في تفاعل وهم مقبولين، ترى اللي مشيهم الايام ذي ترى القبول، لانهم مقبولين. هل بيتم القبول هذا الى متى؟ الى وين؟ هنا الكلام، احنا ما بعد وصلنا لمرحله الملاحظات، لكن بختم. احنا ودنا نختم الاجتماع ترى على النهايه، النقطه الاخيره هذه، نقدم لهم شيء من محبه ومن تقدير لهم جميع بعيد عن المنافسه، دعمي للفريقي في المتاجر باذن الله في الايام الجايه بيكون على حساباتي، اما غير ذلك فانا عندي فريق دعم من ايام التصفيات، من بعد ما خلصنا عقود مع المتسابقين، ويشهد الله علي وانا اطالب انهم يصورون الشاشه والمحادثه وينزلونها على العام، بتواصلوا مع فرق دعم المتسابقين ودعموهم بكل ما يحتاجونه. طيب هادي بعد اذنك، هادي شغلوا مايك هادي يا جماعه. منيب اي سلام عليك. الله يمسيك بالخير يا ابو عبد الله. حصلت مايكك؟ اي حصلت. وين لقيته؟ مكتبك. وليش في مكتبي؟ ما ادري احد ما ليه. وين كنت انت؟ موجود والله يعني داخل الغرف لقيك نايم. الله يعطيك. لا 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 اللي خذ المايك انا اللي ماخذ. ما لي ابو غنى. انا اللي ماخذ المايك. ابو غنى ابو غنى ابو غنى تعبان. وانت نايم يا احمد. ابو غنى انت ماخذ مايك. لا تعبان وانت نايم. انا مصوركم ترى. هادي هادي انا اللي ماخذ. انت ماخذه؟ انا اللي ماخذ. لاني دخلت الله يعطيك العافيه نايم وقت البث، كان في فقره ابو غنى. اي والله كنت مصلي صلاه الجمعه. واحمد نايف مو بنص ساعه. يعني المفترض جاي ابو غنى وتعبان ومتكلف، والمفترض هذا هو سبب نزول الريتم. سبب نزول الريتم هو اننا نجتهد ونحترق في وقت غير البث. عندك 12 ساعه، المفترض انك تحترق في 12 ساعه هذه، تقدم كل ما عندك، تخطط. صار العكس، ما تنامون الا الساعه 2 الظهر. احنا جمعتين ما صليناها، وهذه الجمعه الثالثه وصليناها اليوم. معنا ايش انا وحالف انهم يرقدون على المغرب العصر. وش مسهركم؟ ندري. خلوه يكمل. طيب تفضل هادي تفضل. اول شيء الله يمسكم بالخير. حياك الله. الاولها مسي على الليدرات اخواننا بالخير، مرحبا وسهلا. لكن انا عندي نقطه على البهاج. انا صار لي حول اسبوع الحين ما عندي سن، رجع ما جاء ولا انا. هو وضع هذا الحين مثل وضع ولي الامر. حلوين. انا ولي امري في الكويت وهو ولي امري هنا في السعوديه الحين، وهو اللي ماسك المسكه هذه الحين. لكن الرجال لا جاء ولا اتصل تلفون. يا اخوي اتصل تلفون، دز واتساب،
على من؟ على اسمه عتيبي يقول اسمه ديس. علمت معك جوال؟ لا ما معي جوال انا، لو معي جوال كان كلمتك وعلمتك. ودي بس ما معي جوال. والله ودي انك تدق علي تعلمني. ما بدق عليك. طيب تعال. رحت قلت مين الربع الاداره طلعوني سني طايح؟ اي. وش قالوا ميدك؟ ودوني. طيب. العياده ما هي مضبوطه. كيف ما العياده ما هي مضبوطه؟ العياده اللي جيتها ما هي زينه. ما رحت العياده اللي جيتها ما هي بزينه؟ اي. طيب الرياض كله ما في الا ذا العياده؟ لا العياده قريبه هي اقرب واحده. هم طلعوا ودوا الصناعيه. اجي بس بعلمك يوم ركبته كليت مره ثانيه وطاح مو ذنبي انا. مو بذنبي ارجع لهم ثاني مره يطلعوا. رجعت لهم وركبوه وطاح مره ثانيه اخر شيء طاح الله يكرمك. تبي له غراء؟ تبي غراء؟ لا. وش تبي؟ نبيك تسعى بالامر هذا. وش تبي انت علمني وش تبي؟ قول انا ابي الحاجه اللي فلاني. نبي سن. تبي سن؟ أه ولا يهمك. فك الهواء. امون عليك ابو محمد. فك الهواء. امون عليك. تبوني لا بد في عياده موجوده خلي الربع يسمحوا لك نسمع لك ابو عبد الله سنك راكب بكره جاهز. لا سن جديد نعرف بس تكفى غير قابل للفك. شكله هو الظاهر كان يلبس زاد. لا والله غير قابل اللي كان يفك سنه طلعوه اذا طلع ركب قال سكته عليهم. ايه عبد الله شوف انا تدري احسن حل تعايش. لا والله تعايش والله لا تكفى ابو عبد الله صدق والله ابو عبد الله ابو عبد الله تعايش جميل الهو عبد الله انا ما ادري وش دلع هذه ودلع محمد وفي دلع زايد يبون نجيب لهم لا والله لهم لا هذه ود 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 دقيقه لا والله دقيقه بتكلم انا بتكلم بشيء هذه واضح واضح شكل لازم يركب صدق لازم يركب سن اصبر دقيقه بتكلم سلمان ملهي يبي يصير لك انا ما ادري يا ابو عبد الله هل حنا نجي نعطيكم العيشه نوكلكم بعض هادي مع احد انا معي حق طيب. يا وش الحل طيب شباب عشان نختم عشان نختم انا معي حق بختم انا معي حق طيب هادي محمد معليش بختم بس بلف على الشباب الرتم بالفعل نازل الفتره الاخيره خصوصا اليومين الاخيره نازل جدا ما في اي تنوع احنا هدفنا في البرنامج ان يكون ريلتي عادي عالي جدا وطويل نعطيكم مساحه